سعد من الهالي النهي رجم حاجة وتراني أنا السديس ومش عادي وهذا شكون يسش العالي ماركم شكاتي سبارك يا عيق نبات السيرة بارك عنا الله يحملك والدينك بارك عليا وده ببلاه صلى النبي الله يجعل بركة في هذه الحلقه الخوت غادي تشوفوا المغاربه فقدوا السيطره فاش حاتم عمور حط ديك الاغنيه ديالو على المنتخب وقبل ما يلعب المنتخب الناس كاملين كانوا فرحانين وكيحطوها في ستوري ومشجعين ولكن ان فوا الخوت خسر المنتخب المغاربه تقلبوا عليه راسا على عقب وجاوا براسو ما بقى حتى فاهم حتى شي لعبه ومشى محى الاغنيه ديالو من اليوتيوب المهم غير كملوا الفيديو هذا حتى الاخر غادي يهرب لكم تاع بصح والناس اللي مازال ما مشتركين الخوت ما تنساش تشارك حيت نسبه 97% الناس اللي كيتفرجوا فينا ما مشاركينش وخليونا نبداو الفيديو على بركه الله 3 2 1 التوقعات ديالي هو الفوز للمنتخب المغربي وكل القلوب ديالنا مع المنتخب الوطني والمدرب السي الحسين عموته هاو دي عموته راه فاش غادي يسولوه يقول لهم راه ماشي انا اللي ما دربش المنتخب مزيان راه انت فاش خرجتي ليا ديك الاغنيه وحنايا نخسروا سبحان الله والاغنيه ديال فيفا موروكو درتها باسماء اللاعبين الجداد والمدرب الكبير السي حسين عموته تبارك الله عيقنا بهذا الشيء بارك عنا الله يحملك والديك بارك عليا باش يزيدوا يعني يشحنوا ضد المقابلات اللي جايين باش يكونوا في المستوى العالي وشكرا لك ماريا جعدود مهم كما كتشوفوا معنا البيبليك حاتم عمور كان متحمس لديك المباراة ديال المنتخب على كاس العرب ضد الجزائر ويعني خرج أغنية على المنتخب وتا المنتخب كان فرحان بديك الأغنية وكان كيديرها في ستوري ولكن لسوء الحظ المنتخب ما توفقش يفوز في ديك المباراة والمغاربة الخوت قال لك عرفوا السبب الحقيقي علاش المنتخب ما ربحش اجيو خوتي نشوفوا السبب الحقيقي اللي استنتجوا المغاربة من ديك المباراة السلام عليكم المنتخب الوطني لكرة القدم مع الأسف خسر في الضربة الترجيحية ماشي مشكل كرة رياضية نتجاوزوا المرحلة ونشوفوا المستقبل وصافي أما باش نربطوا الخسارة بأغنية الفنان اللي هو حاتم عمو ونبينوا شو خوتي السبب اللي استنتجوا المغاربه من ديك المباراه راه كاينين شي بعض المغاربه اقسم بالله يعني لا كيطيروني ماشي يعني خسر المنتخب في هذه المباراه يقولوا ماشي مشكل خطره جايه ان شاء الله نوليو نربحوا ولا مكتابه ولا يعني كان ستريس حاكم في اللاعبين تاعنا ان شاء الله مره خطره غادي يلعبوا مزيان لا لا خسروا في هذه المباراه هذه اذا حاتم عمور خرج عليهم ديك الاغنيه داكشي باش خسروا اما كون ما غناش عليهم كانوا غادي يربحوا ويلي ويلي البورد ديالنا لا كون شوية عقلانيين ونكونوا لوجيك ونكونوا حقانيين والسيد غنى لأنه كيحب المغرب وكيحب المنتخب هو مغربي أنا ممثل وكانت عندي الفرصة كون درت مسرحية على المغرب قبل اللي لعبوا فيه كاين هذا المشكل هذا أنا فنان أنت فنان الأخو فنان لاجئين كنا نكونوا إيد وحدة وندوي على المغرب راه مزيان صافي بليزير أبخي في التيران وفي أرض الواقع يربحوا اللي خصو هذيك شأن آخر هذوك اللعابة هذاك المدرب هذيك الجامعة ما عندنا علاقة حنا بداك الشيء كتشجعوا كيما انت مواطن عادي كتشجع وكتمشي للقهوه وكتفرجوا روحك على المغرب حتى الفنانه بحالنا بحالكم اودي تا حاتم عمور اش دايم شي يغني شي اغنيه ولا يخرج شي اغنيه على المنتخب باش يشجعهم كون بقى غير في الاغاني ديالو ولا خرج شي ديسكي بحال يا خديجه رجعي للدار كون كاع ما يطرا له هذا الشيء ولكن الخوت تم واحد النهايه حاتم عمور كيبغي يدير البوز بحال هاد الحوايج هادو كنا مواطنين كنا كنبغيو نديرو شي حاجه لهاد البلاد وهاد الوطن اللي كنبغيو فقط عفاكم ما تقوش المهم حاتم عمور الخوت فاش طرا له هذا الشيء مشى حذف ديك الاغنيه ديالو اللي خرجها على المنتخب ويعني بعض الناس قالوا راه حاتم عمور يعني حذف ديك الاغنيه ديالو حيت ما رضاش ولا حيت المنتخب خسر ولكن هو محى الخوت حيت سمع عليه الهضره وبنادم بدا تينتقدو وكيقولوا له انت السبب علاش خسرنا قوصي علينا واكبر قواص يعني راكم عارفين الخوت كاينين شي عناصر عايشين معنا يعني عندهم عقليه على قد الحال وغادي نشوفوا الخوت الطرولات اللي خرجوا دوك الناس على حاتم عمور دابا خلينا نشوفوا الطرولات الخوت غادي يهرب لكم تاع بصح خلينا نشوفوهم كاملين كان باغي يركب على الموجه صدق المغرب كامل ركب عليه ودابا الخوت قال لك واحد وحده سيطر لحاتم عمور هذا الميساج داكشي باش محى ديك الاغنيه ديالو
النقافة فيما لقات العرس الزغرة السابقة الفرح بشهر جاء هو تحمس كثر من القياس. وكل القلوب ديالنا مع المنتخب الوطني والمدرب سي الحسين عموتة اللي كنتمنوا له التوفيق ان شاء الله في المقابلة ديال غدا. والأغنية ديال فيفا موروكو درتها بأسماء اللاعبين الجداد والمدرب الكبير سي حسين عموتة باش يزيدوا يعني يشحنوا ضد المقابلة اللي جايين. افضل دوك المنتقدين كون غا ما مشاوش تفرجوا في داك الماتش وداروا بحال واحد الدري صاحبي. الناس مدابزين في القهوه وانا مدابز زعما طاقيه كتخسر لي مع المانطا تريك ديال اسرائيل يعني الله يعطي الدين مقشد. المهم اخوتي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا الى عجبكم بارطاجيوه مع اصحابكم ولا كنت اول مره كتشوفوا هاد القناه ما تنساوش تشتركوا مازالين جايين دي فيديوهات الخوت اكثر من هادو. وكلمه واحده اللي غادي نقولوها قبل ما يسالي هاد الفيديو يعني الخوت هذيك كتبقى مباراه يعني نقدروا نربحوا فيها نقدروا نخسروا فيها. حنا الخوت خاصنا نكونوا يعني اخويا في جوج في كلتا الحالتين يعني ماشي نخسروا نقارض ضلوا مع لا شي فنان ولا لهم على شي واحد يعني ونبقاو نقولوا شي هضره اللي ماشي منطقي بانه هو اللي قوص علينا وكل ما خرجت ديك الاغنيه كنا ندير نربحوا حيت الخوت شي هضره ماشي منطقيه ويعني هضره الخوت يعني لا حول ولا قوه الا بالله والسلام يعني كاين شي بعض العناصر عايشين معنا ضروري الخوت خاصهم يخلقوا ديك الفتنه ولا خاصهم يخلقوا شي حاجه باش يبقاو مطلعينها الخوت داك السيلاج. وإلا وصلتو الخوت حتى لهاد الدقيقة ديال الفيديو هذا ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير باش يزيدوا يتشحنوا المباراة الجايين كتبوها لي في الكومونتير باش نعرفكم وصلتوا حتى لهنايا وبيس لكم الخوت باش يزيدوا يعني يتشحنوا ضد المقابلة اللي جايين.